أيكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا ما زلنا نتكلم عن هذه المرحلة اللي هي تعتبر مرحلة إخفاقة أو إخفاق في تاريخنا الإسلامي، وكان له تداعيات. أنا أظن أنها ما زالت هذه التداعيات لها تأثير حتى يومنا هذا. تكلمت في المرة الماضية عن بداية تحويل الخلافة الراشدة أو الحكم الراشد الذي بناء على اختيار المسلمين إلى ملك وراثي عضوض، وكان بداية هذا الملك الوراثي على يد يزيد، إن هو أخذ هذا الملك. وهنا الوضع أخذ شكل مأساوي شوي. هذا الشكل المأساوي أصبح كأنه سنة موجودة، يعني حيث أنه طبعا 100% حتى اللي وافقوا على تنازل الحسن وفرحوا بالتئام الشمل ووقوف الحروب سواء كانت حرب الجمل أو صفين، لكن حتى هؤلاء لم يرضوا بأن يكون يزيد هو صاحب الأمر من بعد معاوية، من بعد أبيه معاوية. فحصل نوع من الرفض، وكان هذا الرفض تمثل في قمته وأوجه مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا نتيجة ذلك أنتم تعرفون، ليس غرضي في هذا أن أنا أتكلم عن موقعة كربلاء والحسين ومقتل أهل البيت في هذه المذبحة، لكن أتكلم عن شيء يعني حتى له ارتدادات موجودة حتى الآن. بعد مقتل الحسين حصل نوع من يعني الحزن أو ردة الفعل غير يعني داخل المسلمين، وبخاصة في المدينة، بالذات المدينة يعني على وجه الخصوص. فكان المدينة من ردة فعلها على مقتل الحسين إنهم طردوا الوالي بتاع يزيد، ويعني أصبح يعني كأنه مهدد يعني في وجوده في المدينة. هنا الحقيقة لما بقرأ الفترة ديت، لما أقرأها هنا في وجهة نظر يزيد كان في إمكانه إنه مثلا يبعت يتفاوض مع الناس دي ويتكلم معها ويحطهم قدام الأمر الواقع. ممكن يكون في نوع من التهديد، حتى لو وقع نوع من يعني الحرب كان ممكن تكون بسيطة. لكن يزيد في حاجة في علم النفس وفي علم السياسة والكلام ده بسموه في تفكير خاص بتفكير المستبدين غير الديمقراطيين أو الناس اللي جاءت بطريقة حرية، تفكيرها بيبقى مختلف. المستبد طريقته بيبقى طريقة، عندنا مثل في مصر، مش عارف هل هو عندكم بقية الدول العربية ولا لا، بقول لك اضرب المربوط يخاف السايب، ها حاجة زي كده. أكيد إلا يكون في حاجة زي كده حتى لو ما كانش بنفس النص. يعني يزيد تفكير المستبد كده، إذا يضرب يوجع ليه، لأنه لا يريد اللي بيضربه نفسه، هو يريد أن ينشر الرعب، فلا يفكر أحد بعد ذلك في أنه يرفع رأسه. هذا ولا فماذا فعل يزيد؟ هذه لأول مرة بقى، هذه مشكلة الموضوع ده إيه؟ إن دي لأول مرة في الأمة المسلمة وحدثت مع الصحابة نفسه، يعني ضد الصحابة نفسه، إن يزيد أراد أن يجعل من تمرد أو رفض المدينة لولايته ورفضهم لقتل الحسين عبرة لمن يفكر أن يتخذ هذا الطريق مرة أخرى. فعمل إيه؟ استباح المدينة لمدة 3 أيام، وده يعني لو في واحد يرمى بالكفر يرمى على هذه، يعني استباح المدينة بالكامل لمدة 3 أيام. واقعة ممكن ترجعوا إليها وتقروها، اسمها واقعة الحرة. وقعت إليه الحرة، مشهورة يعني، مش مستخبية. حاولوا يجملوها اللي دايما يلفقوا، لكن هي وقعة من أسوأ ما حدث في تاريخ الإسلام، يعني من أسوأ ما حدث في تاريخ الإسلام، لأنه استباح المدينة 3 أيام كاملة. قتل فيها من الصحابة والصحابيات والتابعين آلاف، 3 أيام كاملة مش كده وبس. ولأول مرة أنا بقى يعني العهدة على الراويين، لكن لا أعلم أن حصل اغتصابات كثيرة كمان حتى للنساء، هذه بين المسلمين وبعض، يعني هذه مصيبة كارثة.
يعني أراد ذل جامد يعني، لدرجة إن في كتير حتى من الصحابة لجأ للمغارات والجبال. يعني أبو سعيد الخدري مشهور من رواة الحديث، دخل في مغار الجبل يعني يحفظ نفسه فيها، يعني ما حدش يشوف، بيهرب يعني. الموت كان في كل حتة، نتكلم آلاف في المدينة يعني، ثلاث أيام ذبح يعني، ما فيش لا ليل ولا نهار، تمام. فدخل في مغارة جبل أبو سعيد الخدري، واحد دخل عليه عرف مكانه، فدخل عليه، فأبو سعيد من خوفه بيرفع السيف، فلقى التاني هيقتله، فقام غامد السيف وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إنما أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فالرجل يعني زي ما تقول هزيته كده، قال له: من أنت؟ مين أنت؟ يعني واضح إنه ما يعرفوش. قال له: أنا أبو سعيد الخدري. قال له: صاحب النبي اللي بيروي الأحاديث؟ قال له: نعم. فتركه، بس لما قال له كده إن ده صاحب النبي اللي بيروي الأحاديث، وإلا كان قتله أصلا، تمام. فالرعب اللي حصل بقى في المدينة، الرعب اللي حصل في المدينة ده أسس لأمرين. هذا بقى اللي يهمني، انسوا بقى تفاصيل الواقعة يعني، لأن هتروحوا في كتب الكتب هتلاقوا التفاصيل تشيب لها الرأس، وأنا مش عايز مش يعني ليس غرض إن أنا أتكلم في التفاصيل. تفاصيل من أسوأ ما يكون يعني، لو لم يكن ليزيد هذه لأدخلته النار في وجهة نظراً يعني. احتمال أكون غلطان، هذا والله أنا أكون غلطان، لكن حتى لو الأخبار التاريخية خاطئة الله أعلم فيه، لكنه استباح مدينة النبي وهي حرم لمدة 3 أيام، قتل ألاف من الصحابة والصحابيات واغتصبت النساء، تمام، ويعني أذلهم ذلا ما بعده ذل، ماشي. لكن اللي يهمني اللي أنا عايز أقوله النهاردة، ليش هي انتكاسة كبيرة؟ لأنه أسس لأمرين. الأمر الأول أسس لمنهج لأي مستبد إذا أراد أن يخمد ثورة فليمعن القتل، ثم الناس تخاف، وأصبحت سنة بعد كده، بدليل أن عبد الملك بن مروان نفس الطريق، استباح مكة، يزيد استباح المدينة، وعبد الملك استباح، بل استباح الكعبة، هدم الكعبة أصلا، ضرب الكعبة بالمنجنيق، تمام، وقتلوا ما قتلوا أيضا. إذا أصبح منهجا، إذا أراد يعني إذا ضرب المستبد يوجع حتى يرع. وده بتفسر لك ان اصبحت في يعني سياسه، ربنا بيقول اتواصوا به، لو هم فعلا تواصوا به، لانه اذا كان مستبد فيفعل فعل المستبدين حتى ولو لم يكن يقرا ما فعلوه من قبل، لانه اصبح منهجا. وده بيفسر لك مثلا، يعني خد مثلا مثال، يعني انا طبعا مش بتكلم من ناحيه سياسه ولا حاجه، ولكن مثال مثلا، خد مذبحه ربعه دي مثلا يعني كان ممكن يفض ضابط راس المية، كان ممكن، صح ولا لا؟ يعني لو ديتها البوليس امريكي ولا اوروبي ولا كده يقدر يفضها؟ يقدر، من غير ما يوقع خسائر كتير، ممكن، صح ولا لا؟ هم كانوا يقدروا على فكرة، بس مش عايزين. ليه؟ نفس منهج زين بالضبط، اوجع، اقتل واحرق، انشر الرعب، محدش يصجر يفتح بقه بعد كده، محدش يرفع راسه. خدت بالك من المنهج؟ لان الوضع سهل. حتى لو قالوا ان كان في سلاح، ايه، حتى لو قالنا ان في سلاح، فرضنا ان كان في 5 16 معهم سلاح، ايه يعني؟ ايش بالنسبه للجيش ولا بالنسبه للقوات بالمئات الالاف؟ تقدر تفضها سلميه لو انت عايز، لو انت عايز تقدر تفضها سلميه. ود اعظم مظاهره في اي دوله محترمه ديمقراطيه بيفضها سلميه. ليه؟ لانه خايف ان في قانون وراه. حتى الفض السلمي ده احتمال يحصل تجاوزات من الشرطة، يلاقوا نفسهم قدام القضاء، صحيح ولا لا؟ إنما هو مش عايز كده، هو مستبد، هو لازم يعمل مذبحة تشيب اللي سمحه، ومش اللي شافها بس، اللي سمحها تشيبه. ده منهج المستبد، وهذا اللي أفهمه ليش يعمل كده في المدينة. ليه يزيد يعمل كده في المدينة؟ بيعمل كده في المدينة لأن ده منهج كل مستبد. في للمستبدين اخلاق، انت ممكن ترجعوا الى الكتب اللي اتكلمت على اخلاق المستبدين. من ضمن مساوئ اخلاق المستبد ان قضيه الامعان في القتل والرعب والترعيب، لانه يرى ان ده الحل الوحيد اللي يخلي الناس تتخرس، يعني ما تفتح بقها بعد كده. وضحت النقطه ديت؟ هذا التاسيس المذهب الاول، او التاسيس الاول، انه هو
لأول مرة في الأمة الإسلامية مستبد يحط هذا المبدأ، مبدأ القتل والتدمير وانتهاك الأعراض لإرعاب الناس وتخويفهم. هذا أول حاجة، لأول مرة في الأمة الإسلامية. ماشي. الأمر الثاني إن العقلاء قبل المجانين، لما بتمر الأحداث ديت على أي أمة عقلاءها بيعملوا إيه؟ حتى عقلاء، أنا بقول عقلاء يعني مش هقولك الناس العادية، بقول لك يعني يعني لا طاقة، حرام يعني شو نعمل في الناس. تمام. فمن هنا بدأ تأسيس مذهب في الأمة المسلمة اللي هو إيه؟ سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. وأما برضو إيه؟ إن المتغلب وجبت له الطاعة، الحاكم المتغلب وجبت له الإيه؟ الطاعة. هذا معناه إيه؟ الفقه ده معناه إيه؟ الفقه ده موجود على فكرة يعني. وبعدين جي بعدها يعني عدم نزع اليد إلا بأتى بكفر بواح. يعني إيه يأتي بكفر بواح؟ يعني إيه هيعمل إيه في كفر بواح؟ هيطلع يقول أنا أشرك بالله؟ لا، ده نابليون بونابرت أعلن الإسلام لما حب يضحك على المصريين. في حكم يطلع يقول أنا بشرك بالله؟ ده بالعكس، ده هتلقاه يعني اسمه ده السادات له خطبة مشهورة بيتكلم على حزب التجمع. حزب التجمع ده عندنا كان حزب شيوعي يعني مالوش دعوة بالدين ولا حاجة، بس لقى التيار الديني ماشي أم حب يمشي في الموضوع. بس السادات بيتكلم في إحدى خطبه بيقول، وحتى الحزب الشيوعي الشيوعيين الكفر هو بيقول كده السادات في البداية، عملوا قسم ديني وعينوا شيخ وعادوا بيحتفلوا بالمولد النبوي. تسمعوا تموت نفسك من الضحك عليه. يعني عايز أقول البتوع السياسة، بتوع السياسة ما عندهمش مشاكل، يعني عمره ما يطلع يقول لك أنا كافر بالله أبدا، طول ما أنت إنما يذبحك وقطعك ويعمل كل اللي دخله النار ما عندهش مشكلة. يعني ما فيش مشكلة، السياسة ما عندهش مشكلة، عنده استعداد تاخده على خمارة يحضر فيها وياخد أصوات منها ويطلع منها يقف في الصف الأول في المسجد. السياسي كده، السياسي لا ملة له ولا دين ولا سياسة ولا أخلاق. إذا سياسي، أنا بتكلم على مين؟ على السياسة الصحيح. فطلعت في الأمة المسلمة دي القوانين، قال طالما لم يأتي بكفر بواح. وكل الفقه ده جه نتيجة إيه؟ نتيجة إنه اللي شافوه وشافوا إن أي واحد يعني من عند سيدنا علي، سيدنا علي الأمة مجمعة إنه كان على الحق، صحيح ولا لا؟ طيب مين اللي كسب في النهاية؟ السياسة مش الأخلاق. الأخلاق كانت مع سيدنا علي للأسف ما نفعتش في مجال السياسة، إنما السياسي اللي كان بيدي رشاوى وبيدي أموال هو اللي كسب. طيب وبعدين بعد 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 معاوية قام الحسين من خيرة أهل سيد شباب الجنة وعلى حق، وهو طالع على حق، لأن أصلا الاتفاقية مع معاوية إن الأمر من بعده للمسلمين شورى. الشيعة بيقولوا لا، ده الأمر من بعده للحسن، عشان كده هو قتل الحسن، هذا على روايتهم يعني. لكن في النهاية لما أخذ ليزيد لا بقت شورى ولا للحسن، يعني في كل الحالات حصلت مخالفة. تمام. فقام الحسين التفت حواليه الناس ولا تفرقت؟ خزلوه ولا وقفوا معاه؟ خزلوه. تمام. والناس اتجمعت حوالين ابن زياد وابن للأسف اللي كان بيقود الكتاب اللي قتلت الحسين وقتلت أهل البيت، كان ابن سعد بن أبي وقاص، عمر بن سعد بن أبي وقاص للأسف. تمام. هو اللي قتل. ماشي. إذن أنت قدام مشكلة كبيرة، يعني أصحاب الأخلاق السيئة بتتجمع حوالهم الناس لأنهم بيعرفوا يلموا الناس، بيعرفوا يضحكوا عليهم، بيعرفوا يمدوا لهم الجزرة، بيدوهم الدابة، بيشتغلوا أصحاب الأخلاق غلابة. مش في دماغه اللي عايزين يعملوا المبادئ وكده، بس ما تجمعش حواليهم يا أخي، بيخسروا في النهاية، بيخسروا. فالحسين خسر. طب طلع عبد الله بن الزبير، طب عبد الله بن الزبير ده من خيرة الصحابة. طيب كان قصد مين؟ عبد الملك بن مروان. وقصده مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. فين عبد الله بن الزبير وفين عبد الملك بن مروان؟ فين عبد الله بن الزبير وفين الحجاج بن يوسف الثقفي؟ بس في النهاية مين اللي ظفر بمين؟ مين اللي خلص على مين؟ تمام. عبد الملك اللي فاز فيها، صح ولا لا؟ وانتهى الامر بعبد الله بن الزبير الى انه صلب حتى تقطعت اشلاءه ومصلوب.
طب ليش صلب عبد الملك؟ برضه خدوا بالكم ده من ضمن الامعان. ليش صلب عبد الله بن الزبير؟ انتوا تعرفوا راي عبد الملك بن مروان ايه في عبد الله بن الزبير؟ ها كان يقول هذا الصوام القوام. طب ليش صلبته يا حبيبي؟ طب هو صوام قوام كده. طب على الاقل اتقتل خلاص يا اخي، اتقتل يا أخي خلاص، ليش تصلبه؟ لا قعد مصلوب 3 ايام. واسماء مصابه بالعمى راحت تستعطف انه نزلوا خلاص بقى، يعني ليش حاطينه مصلبينه؟ هو صلبه في الكعبه ليه؟ حدش ابن الزبير اهو، ابن الزبير ابن العوام مصلوبه، حدش يفتح بقه؟ طيب فدي اسست لهذا المذهب. حتى الامام مالك يعني لما اقرا في فقه في الناحيه دي كان بيكره اي حاجه تيجي ناحيه الناحيه دي. ليه؟ من التجارب، هو كان من سكين المدينه وجاي في الجيل الثالث. الامام مالك يعتبر الامام مالك لحق نافع اللي هو مولى ابن عمر على طول، يعني اخبار الحره واخبار قتل الحسين دي بالنسبه له ايه؟ طازه يعني، مش قدمت كتير. فلذلك كان دايما يكره اي وكان يمنع اي تعامل مع السلطان ويخاف منه ويبعد عنه، ومع ذلك ما منعوش منه. يعني الامام مالك لم ينجو اصلا، الامام مالك اتعلق واتضرب بسبب انه روى حديث لا بيع على مستكرة. شوف حديث رواه لا بيع على مستكرة، حديث رواه اتعلق من ايديه لحد ما تشلت ايده. الامام مالك نفسه يعني ناس كانش عندها رحمه نهائيه. وضحت النقطه ديت؟ فاسس انه يصبح الخنوع وعدم المحاوله في حصول الناس على حريتها مذهبا فقهيا. هذه الخطوره. ممكن نبقى عارفين ان احنا غلط، ونبقى عارفين انه كان يجب ياخد حقوقنا، ويجب نتكلم، ويجب نتكلم على الحريات وكذا، ونبقى عارفين كده بس مش قادرين، مش مشكله. لكن المشكله لما يصبح السكوت ده ايه؟ مذهب فقهي. يعني يصبح عندك مبرر ديني انك تخنع، يعني فقه الخنوع. فتبقى انت مبسوط يعني، هذا الدين اللي بيقول لي كده. بسم الله، يعني انا بخنوعي هذا انا باخد ثواب، انا ملتزم بالدين، ما الفقهاء اللي بيقولوا لي كده. في فرق كبير جدا بين ان انا اشعر ان انا خنعت او مش قادر او خايف، لكن لا ده انا على مذهب فقهي بيقول لي ان الخنوع ده وده هو ده الدين. وطالما الراجل ده ما جاش قال انا كافر من كفر بواح، يعني انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يبقى وده خلى بقى يعني انت عندكم خلفاء دول والناس دي عمل موبقات من خمر وجواري ومش عارف ايه، بس طالما ما جابش كفر بواح يمشي حاله، ولا نسأله ولا نقول له انت بتعمل ايه ولا يجوز حتى يومنا هذا. ما انا بقول ليش؟ لان حتى انتوا عارفين طبعا الجماعه اللي اسمهم المداخله دول ولا اسمهم مش عارف ايه، فاهمين الشيخ الاهبل ده اللي طلع يقول اذا الحاكم يزني على وبتنقله وما نقول الزنا بتاعه على الهوى لمده نصف ساعه ولا مش عارف، يقول لك ما ينفعش انك تجرح مشاعره تقول له، ما تقدرش تقول له كلمه، هذا ضد الدين، يخرب بيتك ضد. بس على فكره هذا هو مش هو اللي بانشا الاحكام دي، الاحكام موجوده يعني في احكام من القديم. اذا الحاكم ده فاجر بيزني وبيقتل في الحج، طالع بيقودك في الحج وقتل فسقه كله، هل انت من حقك تتركه في الحج؟ ولا يقول لك لا يجوز، لا يجوز، ولا تخرج عليه ولا تقول له حاجه كمان، وتفضل معاه في الحج وتصلي وراه حتى لو كان بيفسق في الكعبه نفسها. اصله حاكم، اصله ايه حاجه؟ هذا ما ده. طب وبالله عليكم احنا بنقول ده مذهب الاسلام، طب والناس يعني نقول للعالم الاسلام دين عالمي وانظمته تنفع لكل الناس، وشوفوا ان السياسه عند، يقول لك خليك السياسه بتاعتك اللي عندك انت مش عايزينها، ولا هيعزوها؟ ها ده هنا شوفوا كلينتون لما اسمها ايه اللي اتهم فيها دي، مونيكا دي، ايه اللي حصل؟ اكتر بيقول لك 11,000 مستند طلعت كانوا جايبين بكسات كده القضيه بتاعته، وطلع اعتذر وبقت رئيس الولايات المتحده الامريكيه. تمام، هل الثاني برضو الاخير ترامب ده لما طلعوا النساء واتكلموا ولا ما اتكلموش؟ اللي تحرش بيهم اتكلموا، هل بيسيبوا له؟ كانوا بيسيبوا له كلمه؟ كانوا بيوقفوا ضده وبيعملوا؟ هذا هو النظام، لا هذا الامر الطبيعي للشعوب. انها لانه ليه بقى
في النظم الديمقراطية الحاكم موظف، موظف بدرجة رئيس، بس موظف أجير يتحاسب على القطمير. يعني كانوا يذكروا قصة من كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، لقوه في المكتب بتاعه الكافي ماشين بتاعته غالية من النوع الغالي أيامها جدا، عملوا له ضجة دية من أموال الدولة ولا من جايبها أنت من فلوسك الخاصة للأوفيس؟ في النهاية طلع الفاتورة أنه جايبها من فلوسه الخاصة، ها؟ صح ولا لا؟ طيب المستبد بقى تقدر تقوله كده؟ لا بقى نحن موافقين على 10 كافي يا رجل. ده بيقول لك، بيقول له انت عامل قصور بالاموال ده، بيقول له ايوه بعمل وهعمل. احنا موافقين على 10 سيارات كمان، مش 10 كافي ماشين. والله شعب اهبل الشعب الانجليزي دي، حاسب كاميرون على كافي ماشين. طب ييجوا عندي نشوف. ده واخدين الشعب ومش سايبين له حتى كوبايه القهوه يشرب. الله الواحد يعني والله بتحصر. اما قريت القصه بتاعت كاميرون دي قلت لا حول ولا قوه الا بالله علينا، والله معقول بحسبوه على كافي ماشين؟ رئيس وزراء بريطانيا، فيش حتى رئيس وزراء جزر القمر، رئيس وزراء بريطانيا بحسبوه على كافي ماشين؟ ايوه اي الشعوب الديمقراطيه، اي الشعوب الواعيه، نعم حسبوه. لانه لو غضوا الطرف عن الكافي ماشين هيغضوا الطرف عن ما هو اكبر بكتير. وضحت النقطه ديت؟ لكن عندنا الناس هذا هو تأسيس. في ممكن تيجي مثلا لو خلي دي عندنا بقى ويطلع حد يقول ازاي الكافي ماشين، هتلاقي اول ناس الشيوخ دول يقول لك لا يجوز، هذا ضد، كيف تتكلم مع ولي الامر ومش عارف كذا، وهذه فتنه، وتلاقي الفتنه طلعت لك واحكام الفتنه ومش عارف. يا عم هذا بمحاسبه، هذه محاسبه لراجل، راجل موظف، هذا راجل اجير عند الشعب، راجل راتبه من انا بدفعه له من الضرائب، تمام؟ خدوا بالكم بقى الفكرة بقى، خدوا بالكم من المحور ده وهختم بيه إن شاء الله، ماشي؟ في الدول الديمقراطية كل واحد حاسس إنه بيدفع راتب الرئيس، أنا بدفع من راتب الرئيس وأنت بتدفع من الضرائب. في الدول الدكتاتورية الرئيس بيدفع رواتب الناس منة منه. أنتوا فاكرين بقى المنحة يا رئيس؟ فاكرين المنحة يا رئيس؟ الرئيس هيمنح والرئيس تفضل وتنعم وتطلع الأغاني بعدها لو عمل المنحة. هو بيمنح الناس الرواتب. وفي الدول الديمقراطية الشعوب تظن أنها هي التي تدفع للرئيس الراتب وبالتالي من حقها تحاسبه. طب واللي بيمنحك الراتب واللي بيأكلك ده تقدر تحاسبه؟ تقدرش تحاسبه، بس اللي انت بتديله راتب، انت معتقد انك بتديله الراتب، تقدر تحاسبه؟ اقدر احاسبه. هذا هو الفرق الجوهري اللي الناس مش واخده بالها منه، بعد فرق جوهري. انا عارف انها ممكن تظهر قدامك حاجات بسيطه، لكن مش بسيطه، ده حاجات جوهريه جدا جدا. لان انت هنا حاسس انك تقدر تحاسبه، ده اجير عندك انت بتدفع له اجرته بدك تحاسبه. الثاني لا، ده ابونا وامنا واللي بيراعينا وبينيمنا وبياكلنا وبيشربنا. شايفين الفرق قد ايه؟ فرق كبير جدا. للاسف هذه هي اللي اسس لها مثل يزيد والعياذ بالله، لدرجه ان بعد كده اي امن بعد واقعه الحره، بعد موقعه الحره دي، اي امن يجود به يزيد يا سلام، يا تطلع الاشعار تمدح القاتل الفاسق، هذا القاتل الفاسق ده تطلع الاشعار تمدحه لانه من على الناس بشويه امن بقى يمن. وضحت النقطه دي؟ هذه النقطه مش هذه اللي احنا بنعاني منها حتى اليوم، بنعاني منها حتى اليوم. فرق كبير بين النظم الديمقراطية والنظم الديكتاتورية. وأنا لا أرى كما قلت في خطب كلها لا حل لهذه الأمة إلا بالحرية، هي السر وقدس الأقداس كما الحرية ونقطة من أول السطر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.